دعمت مصر وما زالت الصومال في خطته لمواجهة جماعات العنف والتطرف، وبخاصة حركة الشباب المجاهدين الصومالية. فأعلنت القاهرة دعمها الكامل لمساعي موغاديشيو لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الصومالي. وكانت مصر الدولة الأكثر حضوراً على مستويات الدعم المختلفة للدولة الأفريقية، كما أدانت كل أشكال الإرهاب التي تعرض له الصومال خلال السنوات الماضية. وهذا ما ترجمته المباحثات الثنائية التي جمعت الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء زيارة الأول للقاهرة في الشهر الماضي. نحن مع الصومال واستقرارها وسيادتها، ولكم في مصر هنا فخامة الرئيس أشقاء وأصدقاء حريصين جدا جدا على العلاقة دي وعلى تطويرها. كما أعلن الرئيس المصري دعم مصر لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، بما يعني أن القاهرة سوف تكثف من دعمها للصومال من أجل مواجهة الإرهاب والعنف الداخلي والخارجي. إحنا مش هنسمح أن حد يهدد الصومال، ومش هنسمح أن حد يمس الصومال، وأنا بقول الكلام ده بمنتهى الوضوح. محدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقائها، خاصة لو أشقائها طلبوا أن إحنا نبقى موجودين معهم. تقدم مصر دعمها الكامل للصومال إزاء خطته في مواجهة جماعات العنف والتطرف، إيماناً منها بضرورة مواجهة خطر الإرهاب في أي مكان، فضلاً عن الترجمة الحقيقية للعلاقات الثنائية بين البلدين، حيث ساعدت القاهرة الصومال في الحصول على الاستقلال وقبول عضويته في جامعة الدول العربية، ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية على حد سواء. فمرحبا بجمهورية الصومال الديمقراطية، رئيسا وحكومة وشعبا التي تؤكد بانضمامها للجامعة ودولها الأعضاء. كما قدمت القاهرة الدعم البحثي والتدريبي للصومال مع الدعم اللوجستي من أجل تحسين أدائه في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وهو ما ساعد الصومال بصورة كبيرة في ضرب البنى التحتية لجماعات العنف والتطرف، وعلى اعتبار أن التجربة المصرية في مواجهة الجماعات المتطرفة هي الأهم في المنطقة والأكثر تأثيراً في نفس الوقت. وما زالت القاهرة تقدم دعمها السياسي والعسكري للصومال من أجل مواجهة أكثر حسماً لجماعات التطرف والإرهاب، والتي باتت تهدد أمن وسلامة البلد الأهم في القرن الأفريقي. وهذا ما ترجمته اتفاقية التعاون والدفاع المشترك التي وقعت بين البلدين في 14 من أغسطس الماضي.